تعال بقى نروح على وزارة التموين. وزارة التموين بتقول يا جماعة نحن نعمم خدمة للرسائل العادية اللي هي رسائل الاس ام اس لأصحاب البطاقات التموينية على رقم المحمول في مختلف محافظات الجمهورية. يعني ايه؟ خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذة هالة غراب وكيل وزارة التموين بالجيزة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير على الشعب المصري. مساء النور والفل والسعادة. إيه بقى خدمة رسائل الاس ام اس دي؟ طبعا أنا عايزة أقول في الأول كل عام وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وبصحة. عايزة أقول إن إحنا طبعا دلوقتي تماشيا طبعا مع توجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية للحفاظ طبعا على البيئة. طبعا أنت عارف حضرتك بالنسبة لبونات الصرف كنا بنتعامل مع البونات الصرف الورقية للمكن بتاع الصرف للبقال. دلوقتي طبعا مع رسائل اس ام اس هتوفر جهد ومشقة ومنع للتلاعب من أي تاجر جشع أو أصحاب النفوس الضعيفة، لأن المواطن كده ربط رقم الموبايل بتاعه بوزارة التموين عشان خاطر يعرف السلع اللي صرفها من البقال ونسبة هامش ربح اللي هيحاسب عليه التاجر ويعرف الكميات اللي خدها بالفعل. فطبعا بمجرد ما هو واقف عند البقال صرف، تبص تلاقي حضرتك تجي له رسالة انت صرفت كميات قد كده، عليك هامش ربح قد كده، الدعم بتاعك قد كده. فده جدا. طبعا توفير ويسر للمواطن. بس ده طبعا انا بنادي وبناشد كل المواطنين من خلال حضرتك ان يا ريت لو في مواطن ما سجلش رقم موبايله عليه يسجل، طبعا حضرتك عارف على موقع دعم مصر او مصر الرقميه او ممكن لمكاتب التموين، احنا كلنا في خدمه طبعا المواطن المصري ان ممكن يسجلها، وعنده فرصه كمان ان لو حب يغير رقم موبايله ممكن يغيره برضه بكل يسر وسهوله ان شاء الله. وده هيبقى في عموم الجمهوريه في كل المحافظات. طبعا ان شاء الله. طيب ده شيء طبعا في ظل التحول الرقمي ما ينفعش ان احنا نتعامل دلوقتي بورق وبونات، وطبعا في ظل ظروف الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق التلامس ما ينفعش ان احنا نتعامل. والمواطن هيبقى عارف كل حاجه، الورق مش هيضيع، هيبقى عنده الرساله موجوده على تليفونه، يعني هتبقى كل حاجه قدامه كده واضحه عيانا بيانا. فعلا فعلا، والحمد لله احنا عملناها بقى لنا دلوقتي 3 شهور. يعني الشهر الاولاني كانت نسبه ضعيفه جدا، كانت الناس لسه برضو ما تعرفهاش. الشهر اللي احنا فيه ده الحمد لله النسبه ارتفعت لنسبه 75%. باذن الله على فبراير يكون ان شاء الله وصلنا ل 100% ان شاء الله، 100% من المستفيدين باذن الله. اشكرك جدا 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 استاذه هاله غراب وكيل وزاره التموين بالجيزة. فكرة حلوة زي كده لما انت بيبقى معاك كارت البنك وتروح تسحب حاجة ولا تشتري حاجة، بتلاقي يجي لك رسالة يقول لك انت سحبت المبلغ الفلاني المتبقي رصيد كذا. دي بتبقى لطيفة، تعرف انت ايه تنظم حياتك وتبقى انت فاهم انت خدت ايه بالفعل. الحاجة التانية انها بتبقى مسمعة على السيستم بتاع الوزارة، فبيبقى مفهوم ومعروف لدى الوزارة انه المنفذ التمويني ده صرف المنتجات دي لهذا المواطن او المستفيد.